الحلقة الثانية من شرح تفسير جزء عام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الأول، لماذا نحرص أن نكون من أهل القرآن؟ هدف كتاب الإتقان في تفسير جزء عام، الهدف الإتقان في التفسير إنه هو أن احنا نعمل برنامج عملي يعيننا لنصبح من أهل القرآن. طب ليه بنحرص أن نكون من أهل القرآن؟ لأن الناس مع القرآن نوعان لا ثالث لهما، هاجر للقرآن وصاحب للقرآن. هاجر القرآن دوت جعله الله في ضنك في الحياة والحشر والآخرة، ويشكو منه النبي صلى الله عليه وسلم. في الدنيا في ضنك، الدليل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. في القيامة في ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويشكو منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي الآخرة ضنك، الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه خلف ظهره ساقه إلى النار. اللي يجعل القرآن هو هدف في الحياة أن هو من أهل القرآن، ده هيقوده الجنة. اللي يجعل القرآن خلف ظهره لما أفضى بجلكه يبقى ساقه إلى النار. طيب ما الدليل على أن صاحب القرآن يسعد في الدنيا والقيامة والآخرة؟ في الدنيا ليه ثلاث جوائز. أول حاجة ربنا يشفي قلبه من الأمراض ويملأه إيمانا ورحمة. الجائزة الثانية إن ربنا يحميه ويحمي هذا الإيمان. الجائزة الثالثة يرفعه في الدنيا والآخرة. طب إيه الدليل على الجائزة الأولى إنه بيشفي قلبه ويملأه إيمان؟ قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طب إيه الدليل إن ربنا بيحميه وبيحمي إيمانه؟ عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الجائزة الثالثة الرفعة في الدنيا والآخرة. لحديث عن عامر بن واثلة أن نافع بن حارث لقى عمر بعصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا، يعني عبد احنا لسه معتقين. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب يوم القيامة النجاة والسعادة يوم القيامة. طب ايه الدليل؟ ان ربنا هيديله الملك ويديله الخلد ويحط على راسه تاج ويكرم ابويه. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ اهل القرآن اللي هم فاهمين القرآن ويتدبروه وبيعبدوا بكلامه ما فاهمينه بياخد ملك، والملك ده يخالد وحط عليه تاج و بيكرم والديه. الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يعني الشاحب التعبان من كتر المجهود، يقول لصاحبي هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. أما الواحد فهم القرآن فبدأ يسهر بالليل عشان يتلذذ به، وبدأ يصوم النهار عشان ينفذ أوامر القرآن بالصيام. وقال وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني كل واحد تاجر في الدنيا في التجارة مع التجارة بتاعته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فيعطى الملك بيمينه
والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما لهم الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أن لنا هذا، فيقال بتعليم ولدكم القرآن، مش بتحفيظ ولدكم القرآن، بتعليم ولدكم القرآن. حافظ القرآن ده أسبوعه بينسيه، لكن اللي متعلم القرآن هو اللي القرآن اللي بيدوم معاه، وهو ده اللي بيحط التاج. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. ده برضو حتة تانية في الحديث أهو، عند آخر آية معنى كده أنه مش حافظ القرآن كله. فالإنسان لو خد مجموعة آيات وتدبرها وصهر بالليل فيها وصبح النهار ينفذها، ده من أهل القرآن حتى لو ما ختمش القرآن. طيب، ما الدليل على أن القرآن يقسم الناس قسمين لا ثالث لهما؟ إن الرسول قال شافع مشفع وماحل مصدق، وما حطش في النص قسمتين. يعني إيه ماحل؟ يعني شاهد على التقصير، يعني يقول ده يستحق النار خلاص، دي بقى مقصر. طيب كيف نكون من أهل القرآن؟ عاوزين برنامج عملي بقى عشان نكون من أهل القرآن، عشان ما نروحش في الفات دي ونفقد كل الجوائز اللي فاتت. أول حاجة لازم تبحث عن شيخ متابع، فبدون المعلم الضاغط الشارح لا علم نافع، بدليل أن النبي جاله معلم لحد وفاته. ولو المعلم مش مهم ما كانش النبي جاله المعلم لحد وفاته، وفي السنة اللي توفى فيه جبريل راجع القرآن مع النبي مرتين. طيب أما تلاقي المعلم هتجيب كتاب هتحصل على كتاب الإتقان في التفسير والشرح الصوتي للكتاب وكتاب الاختبارات. اسمع الشرح من الشيخ بتاعك ومن التسجيلات، وبهذا تكون حفظت بأذنيك. ثم اقرأ الكتاب الذي كتبه الشيخ مرات، وبهذا تكون حفظت بعينيك. وبعدين اكتب الإجابات في الاختبارات، وبهذا تكون حفظت بإيديك. ثم بلغ ما رزقك الله به من علم ليخلف الله لك غيره. طب إيه الدليل؟ الدليل على ان لازم نشغل الحواس كلها في التعليم، ما ينفعش بطل السماع بس ولا الكتابة بس ولا القراية بس. ان ربنا قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. بتسمع وبتشوف وبقلبك. طب ازاي بوصل للقلب؟ بالكتابة والتبليغ، بالكتابة والتبليغ والحفظ، ثلاثة دول بيوصلوا للافئدة. فالثلاثة دول هم اللي بيعلموا، بدليل لو انت سألت عن اي مشهد من مشاهد فيلم من الفسقة تلاقي الناس كلها حفظاه، رغم انه شاف الفيلم ده هو صغير عنده 15 سنة، هو دلوقتي سنه 50. ليه؟ لانه استخدم الثلاث حواس، شاف الفيلم، سمعه، نقل الكلام ده كذا مرة ثبت في قلبه. فالانسان لازم يعدد مصادر التعليم. طيب وبعد ما تفهم كويس الربع وبعد ما تبلغه تبدأ بقى تحفظ الربع. الحفظ ده رقم ستة، الحفظ رقم ستة مش رقم واحد. كده الحفظ هيبقى سهل جدا، واسهل طريقة للحفظ طريقة السلسلة الذهبية. يعني ايه طريقة السلسلة الذهبية في الحفظ؟ ان انت بتعمل اولا تحدد وقت لكمية، ما تقولش هقعد احفظ ربع، قول انا هقعد ربع ساعة احفظ، تلت ساعة احفظ، تلت ساعة تجيب معك ربع ربعين اي ايتين، انت مرتبط بوقت مش مرتبط بحاجة تانية. تاني حاجة بتحفظ مكان الآية، بتركز على حفظ مكان الآية، مالكش دعوة بألفاظ الآية. طب ازاي احفظ مكان الآية؟ هتبص للمصحف تقرأ الآية ثلاث مرات، وبعدين تبص في السقف تتخيل مكان الآية ثلاث مرات بصوت عالي، بصوت تسمعه، وبعد كده تبدأ تجيب الربع من الأول وانت متخيل شكل الصفحة. طول ما انت متخيل شكل الصفحة طول ما انت بتحفظ صح. طيب يبقى اول آية نقراها ثلاث مرات من المصحف وثلاث مرات في السقف، تاني آية نقراها ثلاث مرات من المصحف وثلاث مرات في السقف، وبيرجع يجيب الربع من الأول. يبقى أول آية اتقرت كده كم مرة؟ سبع مرات. طيب الآية الثالثة، ثلاثة من المصحف وثلاثة من السقف، ونجيبهم من الأول، بقت الأول آية اتقرت ثمان مرات والتانية سبع مرات. هتبص تلاقي نفسك في نهاية الربع، الربع مقري ألف مرة وبصورة قوية جدا. دي اسمها طريقة السلسلة الذهبية، وتصلي بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام به ذكره ومن لم يقم به نسيه. ومن الحاجات اللي بتساعد على ان تكون من اهل القران اذكار الصباح والمساء عشان ما تتحسدش،
والدعاء بالهداية والدعاء ان ربنا يبارك لك وايه وتحفظه، لان ربنا قال وما تشاءون الا ان يشاء الله. وتعلم دروس الفقه والعقيدة الحاجات دي بتخليك تنشيط جدا في الحاجة في العلم. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. اقفل.